السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حعمل طبيخ بتاع بطاطس. طيب، أول شي قطعت البصل وحطيت فيه اللحمة والبهارات اللي هو الثوم والبهارات اللي هي فلفل أبيض مسحون وكزبرة وهبهان وقرفان كلهم مسحونين. طيب، زي ما شايفين اللحمة خلاص نقدر هقوم اخط فيها. حطيت لي برضو قطعت لي زي كم قرن كده بتاع شطة. طيب، هقوم البطاطس هنا جاهزة مقطعة. زي ما شايفين البطاطس مقطعة جاهزة، هقوم اخطها طوالي في الحلة زي ما شايفين. طيب، زي ما شايفين قدامكم البطاطس في الحلة. أنا عملت كمية كبيرة لأن حوديها لناس، يعني بعد ما نشيل منها شوية لينا نحنا هقوم أوديها لناس الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله يا رب. طيب، هقوم أقفل عليها شوية وحوريكم أنا هعمل شنو تاني. عندي مجموعة من الخضروات اللي هي فلفل أخضر أصفر أحمر، يعني مختلف الألوان بتاعت الفلفل. وعندي هنا ده ذرة حلوة، وعندي بسلة، وعندي خضروات يعني برضو مشكلة بسلة و شايفين هنا بسلة وجزر بسلة وجزر يعني مع بعض كده. زي ما شايفين هنا ده بتدي نكهة، بتدي لون، بتدي ريحة حلوة جدا. أنا طوالي بضيفة لل البطاطس، يعني ما بخليها بطاطس السادة. يعني التشكيلة بتاعت الخضروات دي بتديها صحية جدا، لأن الخضروات مفيدة للجسم، وبعدين برضو بتديها نكهة ولون ورائحة جميلة جدا. أرجو إنكم تجربوا الطريقة دي وحتى تعجبكم خالص يعني. طيب، هقوم أنا زي ما شايفين الصحن مليان. زي ما شايفين انا حطيت البهار الخضروات في الحلة. طيب، هقلب. طيب، السلام عليكم. زي ما شايفين خلاص الطبيخ بتاع البطاطس خلاص نجد. انا هسيب اقلب فيه عشان ياخد من بعضه. ريحته حلوه شديد. يا ريت لما كنت معاك كنا اكلنا مع بعض، اكله ظريفه وجميله. طيب، لو اول مره تشوف القناه بتحتاج اي ارجو انكم تدعموني باللايكات والاشتراكات والكومنتات الجميله اللي انا بسعد لما نشوفها منكم. انا خلاص على وشك اني اغرف، يعني زي ما شايفين. طيب، هنا زي ما شايفين دي هي البطاطس، ملاح البطاطس الحلو الشديد، طبيخ البطاطس. وهنا قطعت عليه سلطة برضو، خيار وطماطم وخس. وده هنا الرغيف او العيش بتاعنا، حطاه في الطبق الجميل ده. انا بعتز بالطبق ده جدا جدا لانه بيذكرني بالاطباق بتاعتنا في بلدنا. انا اشتريته من هنا لكن لقيته نفس الحاجة الجميلة اللي بيعملوها هنا
في بلدنا يعني زي ما شايفين، داخله عبارة عن كله من السعف زي ما شايفين، الألوان بيج، ده لون السعف الأصلي، ده ملونينه بالبمبي الغامق أو البمبي الغامق يعني، وبعدين ده كحلي، وده برضو السعف الأصلي وده كحلي، جميل جدا يعني. و يعني عشان زي ما يقولوا الواحد يغير شوية يعني من الحاجات اللي بيعملها أصلا يعني. ففي الختام أرجو أنكم تدعموني يعني، وأكرر لكم دائما احترامي وأشواقي وتحياتي لكم كلكم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.